انا مواطن بسيط كنشتغل في واحد المطعم صغير بسيط وكاس العالم غير يحيي بزاف. من قبل كانوا تقول لي كتشبه اللاعب في ريال مدريد، ولكن في كاس العالم كبرات الشهره ديالي. مدريد تاع 8 مليون شكل بس مدريد. انا بالطبيعه ديالي خجول وما عنديش مع الشهره، كان كنحشم بزاف، ما عارفش كانت ولا حياتي من القدام. الحكايه ديالي مع الشهره بدات في الماتش الاول المغرب مع كرواتيا في كاس العالم. دخلت لواحد القهوه، اول بعد دخل ليا الناس كيهتفوا مودريتش مودريتش. والناس كيتفرجوا، ما بقاوش كيتفرجوا في التلفازه ولا كيتفرجوا فيا انا، كل مره كيلبسوا انظار فيا انايا. الماتش الاول ديال كرواتيا والمغرب من تما تغيرت حياتي، بدات الصوره وبداو الناس كيعرفوني. حتى اللي كان ما كيتبعش كوره كاع نهائيا او فريق ريال مدريد وما عمرو شاف مودريتش كاس العالم، العالم كامل كيشوفوا. عطنا المباراه من باب المزحه، قالوا لي الا ما كنتي علينا غادي نقطع لك رجلك. انا مواطن خدام كنترجع على الله، ما تعودش بهذا الاحساس هذا والتغيير اللي وقع لي. واحد السيد اللي دار معايا اللايف، من بعد ذاك اللايف كنت خدام عليه بيا، العائله اتصلوا بيا قالوا لي دير راك دير الفوز، راك درتي واحد الفوز بان لك كتشبه واحد اللاعب. انا ما قلت لي واش من اش من بوز، قلت لي ما دينا راه خدامه. قالت لي دير، قال لي دير راك درتي واحد البوز في التواصل الاجتماعي، راك درتي بوم. نهار واحد داك الفيديو جاب 14000 مشاهد. الشهره غيرت حياتي من حياه بسيطه وليت مشهور. الناس ولاو كياخذوا معايا التصاور وكيديروا معايا الفيديوهات. المهم الشعبيه زادت شويه، الناس ولاو كيتصوروا معايا في كل مكان. الصورة شيء جميل زوينة، إحساس كبير زوين. تكون منطوي في واحد البلاصة وتخرج لواحد البلاصة أخرى وتقول شفتوا الناس كيحبوك ويهتفوا وكيبغوا ياخذوا لك التصاور، راك وليتي شي حاجة. الوقت هو إحساس زوين وغريب، غريب لأنه ما درت حتى شي مجهود ولكن تستحق الشهرة. كاس العالم غير حياتي والشهرة غيرت حياتي. أنا ملي كنخرج للشارع كنحس بطاقة إيجابية وكنكون فرحان، كنكون فرحان بهادشي اللي داير بيا. دابا أنا عاد عرفت اللعابة كيحسوا بهذا الإحساس الزوين، عشت هذا الإحساس ديال النجوم الكبار. تأهل المنتخب المغربي للدور الثاني هذا حدث تاريخي وكبير، هو البلد العربي الوحيد اللي كيتأهل المرة الثانية للدور الثاني، وكنا متعطشين لهذا الانتصار باش نخرجوا للشوارع ونفرحوا ونشطعوا ثاني ونفرحوا كاملين. المنتخب الوطني برافو عليكم وفرحونا، وهذا شيء كيحسنا كثير بالافتخار. كرة القدم كتخلق السعادة للناس كاملين. من بعد كأس العالم أنا عارف اللي حياتي غترجع كيف كانت عادية، ولكن الذكريات الجميله اللي عشتها مع الناس غتبقى مرسخه ليا في الدين ديالي مدى الحياه.